إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. أما بعد، فبعد هذه المقدمات المتعلقة بعلم أصول الفقه، ماهيته وموضوعه ومفهومه وما يتعلق به، ندخل مباشرة بحول الله في سرد كتاب الإمام محمد بن علي الشوكاني رحمه الله المسمى بإرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول. والسبب في اختيار هذا الكتاب إنما يرجع إلى طبيعة المؤلف، أي الكتاب نفسه، فهو من أجود التلخيصات لهذا العلم وملخص. إمام الشوكاني رحمه الله قام بتلخيص هذه المادة من عشرات الكتب، وإن كان هنالك من يزعم بأنه إنما لخص كتاب البحرين المحيط للإمام الزركشي رحمه الله في علم أصول الفقه. وسواء كان هذا أو ذاك، العبرة بما عندنا وبما بأيدينا، يعني المضمون، لأنه إن لخص فعلا كتاب البحرين المحيط للإمام الزركشي فالبحر المحيط فعلا بحر محيط، لأن الإمام الزركشي رحمه الله في كتابه المذكور هذا البحر المحيط، وقد طبعت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الكويتية في ستة مجلدات أو أجزاء بالأحرى، وهو كتاب جامع فعلا للمادة الأصولية عبر التاريخ، من حيث التعريفات والأقوال، يعني تقريبا يعني أهم ما ذكر في علم أصول الفقه موجود في كتاب البحر المحيط للزركشي، لكنه كتاب طبعا ضخم جدا. يعني إذا كان الشوكاني قد لخص هذا الكتاب فقد أحسن فعلا، وجاءنا به في جزء واحد، وهو هذا المصنف المشهور المتداول المسمى بما ذكرنا بإرشاد الفحول. أو كان قام هو رحمه الله يعني الرجوع إلى أمهات المصادر الأخرى، فذلك شيء واحد، لأنه الإمام الزركشي قام بجمع. فالمقصود إذن أن كتاب إرشاد الفحول خلاصة جامعة، هذا هو الأساس عندنا، جامعة جيدة. فبحول الله جل وعلا نبدأ الكلام أو سرد النص كما أورده الإمام الشوكاني، ونعول بعد ذلك على شرح مقاصده كما ذكره هو نفسه رحمه الله على قدر المستطاع. قال محمد بن علي الشوكاني رحمه الله بعد أن ذكر المقدمات المتعلقة بتعريف العلم، وقد توسعنا في ذلك على قدر المستطاع، الفصل الثاني، لأن الفصل الأول جعله في التعريفات والمقدمات العلمية، الفصل الثاني في الأحكام، وها هنا في الحقيقة الفصل الثاني هو بداية صلب المادة العلمية. قال رحمه الله: وإنما قدمنا الكلام في الأحكام على الكلام في اللغات، لأنه يتعلق بالأحكام مسائل من مهمات علم الكلام سنذكرها هاهنا إن شاء الله تعالى، وفيه أربعة أبحاث: البحث الأول في الحكم، الثاني في الحاكم، الثالث في المحكوم به، الرابع في المحكوم عليه. أما البحث الأول فاعلم أن الحكم هو خطاب أو الخطاب المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع، فيتناول اقتضاء الوجود واقتضاء العدم، إما مع الجزم أو مع جواز الترك، فيدخل في هذا الواجب والمحظور والمندوب والمكروه، وأما التخيير فهو الإباحة، وأما الوضع فهو السبب والشرط والمانع. إذا نقف بحول الله عند هذا المقطع المبتدأ به من كلام الشوكاني رحمه الله، وأهم ما سنقف عليه بحول الله جل وعلا من بعد ما ذكر أنه سيقدم الكلام في بداية عرض المادة عن الحكم أو مباحث الأحكام وما يتعلق بها من حكم وحاكم ومحكوم فيه ومحكوم به، ف
فبدأ يعرف الحكم. والحكم بالتعريف الذي أورده هو تعريف الأصوليين قال بأنه هو الخطاب، أي يقصد الخطاب الشرعي. هنالك من يقال هو خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين اقتضاء أو تخييرا أو وضعا. فهذا التعريف للحكم يقولون أي أهل الصناعة، أو أعني أهل الصناعة الأصولية، إنه تعريف الأصوليين، لأنه يتحدث عن الخطاب الذي هو النص الشرعي كتابا كان أو سنة، بينما الحكم عند الأصوليين هو القيمة التكليفية التشريعية المتعلقة بالفعل نفسه، أي من وجوب هذا الأمر أو ندبه أو كراهته أو تحريمه أو إباحته. يعني فسأبين على قدر الطاقة ليتبين الفرق بين الصناعة الأصولية والصناعة الفقهية، وهو في الحقيقة في العمق شيء واحد، وإنما الفرق هو فرق مراحل لا أقل ولا أكثر. لأن فعلا يحصل لبعض طلبة العلم حتى في بعض الأحيان بكل صراحة لبعض الدارسين أن يفرق بين يعني التعريف الأصولي والتعريف الفقهي تفريقا يكاد يضع حدودا وحواجز بين الأمرين، وهذا من الناحية العلمية غير صحيح. لأن التعريف أو تعريف الحكم الشرعي بالمعنى الفقهي وتعريف الحكم الشرعي بالمعنى الأصولي أمران متداخلا، ولا يمكن علميا فصل أحدهما عن الآخر. ولما نفصل إذن؟ منهجيا فقط، يعني هو فصل منهجي للتعليم والتعلم لا أقل ولا أكثر، حتى نعلم بأننا ما دمنا ندرس يعني الحكم بهذا الشكل فنحن في المرحلة الأصولية من الفقه. فإذا وصلنا إلى هذا المستوى فقد فاقهنا إذن الحكم، وانتقلنا من النظر إلى التنزيل، أي من الفقه من الأصول إلى التطبيق، وهو الفقه لا أقل ولا أكثر. وبحول الله البيان يكون كما يلي. الفقه أو الفقيه والأصولي شيء واحد، وهذا قدمنا فيه الكلام، لا نفرق بين الفقيه والأصولي، من فرق بينهما فإذن فقد جعل الأصولية متكلما كعالم الكلام، علماء الكلام يتكلمون يعني في مقولات نظرية لا تقبل التنزيل يعني من الناحية الجزئية والجزئية. ومن يعني قال بوجود الفقه بغير أصول فهذا إنما هو ناقل للفقه، أما الفقه فقد بينا أنه الإدراك والفهم لمقتضيات الكتاب والسنة، فقه يفقه كما بينه بنصوصه من كتاب الله وسنة الرسول لا نرجع إليه، ولا يكون هذا إلا بذلك. فالعملية الفقهية والأصولية عملية واحدة. إذن قلنا هذا التعريف هو تعريف منهجي، أي يبين أن الفقيه إذا أراد أن يكون فقيها حقيقيا لا بد وأن يمر في فقهه للحكم الشرعي بهذه المراحل. وأولها المرحلة التي يكون فيها الحكم الشرعي، كيف يكون؟ يكون نصا، ثم يصير بعد ذلك استنباطا. فحيث يكون نصا فهو عمل الأصولي إذن، أو عمل الفقيه بما هو أصولي. وحينما نصل إلى نصل إلى المرحلة الاستنباطية ويتم استنباط الحكم آنئذ ونشرع في عملية تنزيله على نازلته، فأنت الفقيه آنئذ، وذلك الحكم هو المقصود بالمعنى الفقهي. فإذا حينما قالوا الحكم هو أو الحكم الشرعي هو خطاب الله أو الخطاب الشرعي أو الخطاب، والمقصود الخطاب الشرعي كتاب السنة، الخطاب الشرعي أو خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين، يعني نتحدث إذن عن الخطاب الشرعي أي الآيات والأحاديث لكن مقيد، قال المتعلق بأفعال المكلفين، لأن الخطاب الشرعي شاسع بالسلامة قد يتعلق بالقصص مما وقع في السابق، قد يتعلق بالعقائد عام، قد يتعلق بأمور الآخرة
فهنا إذن يقول المتعلق بأفعال المكلفين أي بما ينتجه الإنسان في الأرض من عمل، ولكن سيزيد الأمر بيانا قال اقتضاء أي مما يطلبه الشارع اقتضاء، اقتضاء أي افعل أو لا تفعل كما شرح الشوكاني بعده قال يعني الاقتضاء الإيجابي أو الاقتضاء العدمي أي افعل أو لا تفعل، يقتضي الفعل إيجابا أو يقتضي يعني الإيجاب هنا مش معنى الوجوب يعني إيجاب ضد السلب ضد العدم أو عدما لا تفعل طلبا أو نهيا. فاقتضاء أو تخييرا وهو التخيير بين الفعل والترك، أو وضعا وهو ما يسمى بالحكم الوضعي وسنبينه على قدر الطاقة بتفصيله. هذا الاقتضاء إذن الذي فيه طلب الفعل وطلب الترك، افعل لا تفعل، أقيموا الصلاة آتوا الزكاة ولله على الناس حج البيت كتب عليكم الصيام إلى آخره، هذا فعل، لا تقربوا الزنا في النهي إلى غير ذلك من المناهي المعروفة، إنما الخمر والميسر وأهل المجرى مناهي يعني فيه الفعل وفيه الترك وفيه التخيير. فقبل أن نقف عند هذا التفريق بين الاقتضاء والتخيير، لماذا أفرضوا التخيير بالذكر ولم يجعله ضمن الاقتضاء؟ وفي المسألة نظر، إن بعض العلماء ما أحبوا ولا استحبوا أن يجعل التخيير بمعزل عن الاقتضاء بل جعلوه منه، وسنبينه بحول الله عز وجل وهو الراجح في التحقيق العلمي. التخيير ليس شيئا مستقلا، أي ما يسمى بالمباح، ليس شيئا مستقلا عن معنى الاقتضاء، فحينما نقول اقتضاء فيدخل فيه يعني الواجب والمندوب والمكروه والمحرم والمباح أيضا، وسيكون بحول الله بأدلته وبيانه. لكن قبل ذلك نقف على العبارة الأولى وهي خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين. فإذا العمل عندنا الآن، نحن نريد أن نتدرب على الصناعة الأصولية، نريد أن نتدرب عليها ونريد أن نكتسب هذه الخبرة وهذه الصناعة، فميداننا إذن هو اللغة القرآنية والحديثية، لغة النصوص، لأنه قال هو خطاب الله أو الخطاب الشرعي أو الخطاب المتعلق بأفعال المكلفين. إذن المدار كله عن النصوص، القضية كلها في الخطاب، من الخطاب سنولد الاقتضاء بأقسامه الأربعة أو الخمسة على الاختلاف الدائر بين مفهوم الاقتضاء والتخيير، ومن الخطاب سنولد الوضع بأقسامه الثلاثة أو الخمسة على اختلاف في التقسيم أيضا. فالمدار كله في علم أصول الفقه إذن هو الخطاب، هذا الذي أريد أن أؤكده حتى ننتبه إلى صلب العلم، فين كاين الخدمة؟ صلب العلم، لأن كل ما سيأتي من هذه الصناعة جميعا أقول وبدون استثناء من مباحث علم أصول الفقه قائمة ومبنية على الخطاب، بمعنى أن كل أمور الأحكام التكليفية والأحكام الوضعية وكل مباحث الأقوال ومباحث الأدلة ومباحث الإجتهاد وما يتعلق بالمجتهد ومباحث التعارض والترجيح، كل شيء كل شيء كل شيء مبني على الباب الأول الذي هو خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين اقتضاء أو وضعا أو تخييرا، بمعنى أن الأمر إذن يدور في نهاية المطاف وفي كل الأحوال مع نصوص الكتاب والسنة، مع اللغة القرآنية واللغة الحديثية. ولذلك في المقدمات في المجالس السابقة بينت خطورة اللسان العربي خاصة في سياق تفقه في الدين، ولذلك كانت المكانة للشافعي رحمه الله كما كانت حينما كتب الرسالة، لأنه كان من أفقه أهل زمانه بالخطاب أي بلغة النصوص القرآنية، يعني له ذوق خاص للسان العربي من جهة وللمقام الرباني فيما يتعلق
بلغة القرآن، لأنه العربية وإن نزل القرآن بلسان العرب فقد رقى العربية من المستوى البشري وصار لها مستوى إلهي رباني، لأن الله تكلم سبحانه وتعالى كما ينبغي لجلاله في وعظيم سلطانه، تكلم بهذا القرآن، والقرآن كلام الله ويحتاج إلى يعني مستوى عالي جدا فعلا ليصل الإنسان إلى إدراك حقائق الكتاب ثم حقائق السنة. إذن هذا هو التحدي الأكبر الذي نواجهه كما واجهه السلف الصالح من أهل العلم حينما تعمقوا في هذا الشأن واختصوا به وتضلعوا منه. فلذلك فعلا من الأشياء المهمة في التصنيف، في التصنيف يعني في تأليف كتاب أو كتب علم أصول الفقه، أن يبتدأ فعلا بالحكم الشرعي، لأن الحكم الشرعي في نهاية المطاف يعني يؤول إلى الخطاب. فهذا إذن يعني كما يقولون هو تعريف الأصوليين لحكم الشرعي، لأن الأصولية يعني بما هو صانع أصول يشتغل بالأصول أي الأسس الجذور، فجذور ذلك الحكم التكليفي الذي سينزل به الفقيه على الناس، يعني هذا حرام وهذا حلال وهذا واجب، يبدأ من هنا من النص، فهذا أصله. فلذلك إذن الأصولي يشتغل بالخطاب والحكم عنده هو عين الخطاب. فمثلا إذا كان قول الله جل وعلا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان اجتنبوه لعلكم تفلحون، يفيد فقهيا تحريم هذه الأشياء المذكورة، تحريم الخمر وتحريم الأنصاب وتحريم الأزلام وتحريم الميسر وكل ما ذكر في النص، فذلك بالمعنى الفقهي. لكن من الناحية الأصولية الحكم الشرعي أين هو؟ هو هذا النص نفسه، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. فهذه الصيغة كاملة هي حكم عند الأصول. إذن بما هي حكم عند الأصول؟ سيقوم الأصولي بتحليل هذا النص، وسيشتغل ببيان أن هذا النص جاء في سياق طلب الترك، يطلبك أو يطلب منك ترك هذه الأشياء، وسيصل إلى طبيعة هذا الترك، أهو حتم جزم أم ليس كذلك. فإذا وصل إلى نتيجته فقد انتهت العملية الأصولية من ناحية نظرية، وبقيت المرحلة الثانية وهي مرحلة الفقهية، أي تنزيل ذلك على النوازل. فمثلا يعني باش نبين بأنه عمل راه شحال هذه بان له يعني عادي، إذا النهي للتحريم انتهى، لا هذه ثمرات وقواعد يعني ثمرية من زمان يعني كونها وجعل الفقهاء، ولكن تحتاج إلى أشياء تسندها فعلا من حيث فقه نصي أصوليا، سأبين لك. قد يأتي مشوش وهو واقع وقع قديم ويقع الآن وسمعته غير ما مرة، قل لك ليس هنالك نص في الكتاب يحرم الخمر، لأن يعني النطق الصريح بالتحريم تحريم النص الذي يسمى نصا قطعي الدلالة يكون تحريم، كقوله حرمت عليكم أمهاتكم إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير آية أو شيء من هذا القبيل. لكن هذا إنما الخمر والميسر والنصاب والإزلام رجس، وصفه بالرجسية، وكثير أشياء كثيرة وصفت بالرجسية واختلف الناس في تحريمها، كتحريم الحمور الأهلية الناس مختلفين، العلماء مالك وغيره وصحابة أنفسهم يعني في تحريم الحمار الأهلي الإنسي، حمار اللي يخدم به الإنسان مش الحمار الوحشي. ف يعني في الحديث نهى عن الحمر الأهلية وقال إنها رجس في حديث صحيح، مع ذلك اختلف الناس فيها، منهم من قال بكراهتها فقط، الذي تعارض عنده الحديث مع الآية قل لا أجد فيما أحيى إلي محرما على طعام يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس إلى آخر الآية، فلم يذكر هنالك الحمر الأهلية، والآية فيها الحصر، ففهم بعضهم أن هذا الحصر يقتضي أن ما دونه مما لم ينحصر ها هنا إنما يبقى على الكراهة، وهنالك من قال كراهة تنزيل كراهة تحريم كالأحناف إلى غير ذلك. الشاهد عندنا أن الرجسية يعني قد تتأول، والنهي يعني في اجتنبه يعني اجتناب ما فيه قوة بتلك القوة التي قد تجدها في يعني الزنا مثلا، لا تقربوا يعني
حتى مجرد الاقتراب منه أو السياق الذي ورد في الربا، سياق قوي جدا رهيب. إنما يعني في قوله جل وعلا فأذنوا بحرب من، يعني تهديد وعيد، فأذنوا بحرب من الله ورسوله، يعني تهديد وعيد قوي جدا. فكيف إذن يعني تقطع أو ترتقي بالتحريم من مجرد الظن إلى مرتبة القطعي؟ هذه الصنعة الأصولية، هذا أداء خدمة الفقيه. لما يصل الفقيه إلى القطعي فقد حكم، بالنسبة لي وأحكم، لأنه يشتغل بلغة النص. هذا مجرد مثل، يعني ما مطلوبش يعني نفصل، ولكن فهموا يعني ما معنى قولهم خطاب الله. علاش الله أدركوا ديال خطاب الله، يعني مشتغلين بالخطاب، يعني الخطاب قد يتلاعب به، واللغة مشكلة حمالة أوجه. فالأصولي إذن يعني حينما يشتغل باللغة يشتغل بما يسمى بالسياق اللغوي، وهذا السياق فيه جانبان كبيران: سياق مرتبط بالنص وهو الذي يسمى بالقرائن المقالية، وهي السوابق والقرائن واللواحق، أي ما يكون قبل النص وما يكون مع النص وما يكون بعد النص. وهنالك هذه مقالية، أي تتعلق بالمقال باللفظي، وهنالك قرائن حالية تتعلق بحال المخاطب، مثل المخاطب من هو وما الحالة التي كان عليها حينما نزل الخطاب والوضعية التي كان عليها، والحالة العامة الاجتماعية والثقافية التي تعلق بها الخطاب الشرعي، وكيف تصرف المشرع مع النازلة عند نزول الحكم الشرعي. كل ذلك حالي. فأما بالنسبة للقرائن الأخرى المقالية فاللفظ هنا واضح جدا في أن الخمر ذكر في سياق الكبائر لا في سياق الصغائر، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام، يعني كبائر شركية كالأنصاب والأزلام والميسير الذي هو القمار والخمر من هذا الصنوي. ودلالة الاقتران مهمة جدا، يعني ليست من القوة بمكان ولكنها مهمة جدا، فهي مما يستعان به. وما جاء بعده في النص واضح: إنما يريد الشيطان يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر، يعني كلام ينسب ذلك إلى الشيطان وإلى مقاصده في الخمر والميسر زيادة عن الرجسية. الرجسية يعني في أحسن الأحوال لن تكون دون المكروه أبدا، غير من المكروه لما هو أسوأ من المكروه، يعني مكروه أو الحرام لن تكون إلى الإباحة إطلاقا. لا يجوز عقلا ولا شرعا أن يوصف شيء مباح بأنه من الرجسية. فيتقوى إذن هذا كله في أن الخطاب نفسه سياقه بقرائنه السابقة واللاحقة والتي ضمن الخطاب كلها تتجه إلى التحريم، كلها تتجه إلى التحريم، مع أن الأصل في النهي التحريم. الأصل هذه عودة من الأشياء التي تستعين بها. أما القرائن الحالية التي تدل على الأحوال، ف يعني حينما نذكر من ذلك حال المشرع وهو سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما نزلت الآية، مما صح أنه عليه الصلاة والسلام حينما نزلت هذه الآية خرج إلى خمارات المدينة التي كانت عند يهود، يعني اليهود دليل الحانات في ضواحي المدينة المنورة وحواليها، فخرج يحمل مدية في يده خنجر موسى وجعل يخرق القرب المحملة بالخمر. غضب منه عليه الصلاة والسلام من الخمر وبيعها وكل ما يتعلق بها. هذا الصنيع في حد ذاته دل على الحالة الغضبية، وإنما كان يغضب سيدنا محمد لله، على الحالة الغضبية التي كان عليها سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام إذ تلقى من الله هذا الأمر الذي يفيد النهي عن الخمر. فتنفيذه للخطاب جاء بقوة وبجزم مما يستحيل عقلا
أن يصرفه الإنسان من التحريم إلى الكراهة، مع أن أشياء محرمات كثيرة حرمت وما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتكسير أوانيها، ما أمر بخرقها ولا بتقطيعها ولا بل يعني في بعض الأحيان أمر ببيعها والاستفادة من ثمنها كجلد الميتات. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بالاستفادة من جلد الميتات. وفي هذا ورد السياق نعم نجيب له دابا نوصلوا ان شاء الله في النوازل ان شاء الله نوصلوا له هذه حاله الضروره ولكن تقدر بقدرها نصل اليها لا نبقاو بعدا غير مع الانيه انيه الخمر هذه يجوز استعمالها ولكن ماشي في التفاصيل يجوز لان الامر تنسخ نيه المطر يمكن لك تستعمل انيه الخمر يعني القرعه ديال الخمر تغسلها وخدم دير فيها الزيت بدل ماشي مشكل ولكن دابا حنا كنتكلموا غير باش ما يشوش عليك شي واحد لانه يقول لك الخمر فيها الكلام ما فيها الكلام هذا كلام يعني دابا غير كنعاودوا ندربوا عليه من جديد اما هذا الامر قطع وانتهى منذ قديم صافي هذه ولات صار من المعلوم من الدين بالضروره من العبث اقول من العبث انه باقي شي واحد نجي نناقش معاه هنا الخمر حلال ولا حرام هذا ضياع الوقت هذا سفه عطيش وقت نهائيا هذا هذه من القطعيات من المعلوم من الدين بالضروره لا يجوز لمسلم ان يجهل ان الخمر حرام ما عندوش الحق يخرموا في اسلامه كونوا مسلم كيولي فيه اشكال فلا بد يعني كيتسمى معلوم من الدين بالضروره ما لا يجوز للمسلم جهله ولكن هذا غير مجرد تعلم يعني كندربوا رسنا كيفاش نتعلموا جبنا النص اللي مشهور وساهل لا اقل ولا اكثر فحينما خرق رسول الله من القرب والشنان يعني القلب القدام الشنان جمعوا شنه الصحابة قالوا يا رسول الله أفلا نستفيد من أوعيتها أو كما قال قال فعلوا إن شئتم ولكن أراد يعني عليه الصلاة والسلام أنه يبين يعني شدة تحريم الخمر وشدة النهي في بداية الأمر ثم بعد ذلك عفا من العفو عن استعمال أواني الخمر بعد غسلها وتنظيفها أضف إلى ذلك النصوص الكثيرة الوفيرة المستفيضة في لعن شارب الخمر وحاملها وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها إلى غير ذلك مما ذكر من العشرة وما زاد على العشرة نصوص فيها عشرة ونصوص فيها يعني لا تكاد تنحصر يعني ونهى عن كل بيع أعان على معصية أي حاجة تسبب فيها أنت أو أي واحد تسبب فيها في نفع صناعة الخمر ويعني إعانتها بأي طريقة ولو العسى ما مذكرش فسميته في النص ولكن يعني حارس على ماشي على معمل خمر لا غير على فيرما أنت تعلم بأن عنبها يعصر خمرا تلك الحراسة ملعونة بالمقتضى الذي ذكر في النصوص نفسها والمال سحت والضرورة سميتها الضرورة تقدر بقدرها فإذا النصوص كلها تفيد والسياق يعني حال المشرع يعني السياق كله بمكوناته المقالية والعالية تقطع أو يقطع السياق بأن المقصود من النهي التحريم هذا العمل الأول كله خدمة في النص هذه العمل الثاني دائما في النص خطاب الله متعلق بأفعال المكلف في هذا السياق هذا الخطاب هذا الذي بين أيدينا هذا عمل أصولي الآن العمل الثاني هو هل هنالك أحد من السلف صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام والتابعين لهم بإحسان إلى فقهاء الأمصار مالك شافعي وأحمد وقبلهم أبو حنيفة ومن كان في ركبهم وفي زمانهم ولاحقا بهم كالليث بن سعد والأوزاعي والثوري والطبري وهن مجل هل هنالك أحد فاهم غير هذا لا وجود له هذا شيء مهم جدا يشير إليه علماء علم الخلاف قريبا يعني في كتب علم الخلاف اش تلقاه ما يسمى بالإجماع على الفهم الناس شحال من واحد كيقرا بعض يعني بعض الدارسين وبعض الناس كيعلق على بعض الكتب على بعض النوازل وكيقول والدليل على وجوبها الكتاب والسنة والإجماع كيقول لكم مادام فيه الكتاب والسنة علاش نجيب الإجماع لا كاين قد تحتاج في بعض الأحيان إلى الإجماع يعني قد يعني كيقول لك يعني مش كيقصدوا يعني بعض النقد كيقدموه لبعض العلماء
أو بعض أهل العلم يقدموا نقدا لبعض أهل العلم، يقول لك ما دام أنه يعني وجوب الصلاة فيها دليل الكتاب ودليل السنة كاملة، أش غندير بشي دليل آخر؟ إجماع ولا كذا، ما عندنا ما ندير به. من حيث المبدأ العام سليم، ولكن كاين إشكال. هذا حيث مثلا نحتاج إلى الإجماع، حيث يكون النص قطعيا ثبوتا ودلالة. من اللي تكون الآية من كتاب الله تثبت وجوب شيء، هذاك الساعة الإجماع، يعني تثبت وجوب شيء أو تثبت حكما، واجب ولا مندوب ما كاين شيء، تثبت حكما الآية القرآنية بدلالة لا يتطرق إليها الاحتمال، أفي الله يشكون أبدا، يعني قل هو الله أحد، بمعنى أنه الآية قطعية الدلالة من حيث المقصود الأصيل منها، وهي قطعية الثبوت لأنها آية. فإذا جمعت الأدلة قطعيتها من ثبوتها ومن دلالتها فلا حاجة بعد ذلك إلى استدلال، لا تحتاج فعلا. ولكن أين الإشكال؟ لما تلقى الدليل من الكتاب، نعم ها هو قطعية الثبوت كاينة، ولكن قد لا تجد قطعية الدلالة. يمكن الآية يعني من الناحية اللغوية يمكن لك تدير بها اللي بغيت، وقد تجد الدليل من السنة، والأحاديث بعض الأحيان قد تكون قليلة في السياق، لا ترتقي إلى درجة التواتر ولا المعنوي. فيعني واخا تكون الدلالة ديالها قطعية، أو تلقى المشكلة من حيث الثبوت ظني وروصحة. فإذا مازال ما عندكش القطع لا من الكتاب ولا من السنة، فتأتي بما يسمى ماشي الإجماع على النازلة، لا، الإجماع على الفهم، الإجماع على الفهم، ماشي الإجماع على الحكم، لأن أحيانا قد نتحدث عن الإجماع الحكمي ولا يكون هنالك دليل لا من الكتاب ولا السنة، ونعتمد الإجماع فقط، إجماع على هذا الأمر. شيء مهم جدا أن ننتبه إلى أن هنالك الإجماع على الفهم. ولذلك حينما يتحدث أهل العلم عن الكتاب والسنة بفهم الصحابة، هذا شيء مهم جدا إذا أخذ بمنهجيته العلمية. بفهم الصحابة يعني يقدم الأولى في الأولى، أي ما أجمعوا عليه أولا، وما أجمعوا عليه إما أن يكون نوازل أو فهوما بنصوص، وهذا شيء مهم جدا. فلم يقع من أصحاب رسول الله ولا من أتباعي ولا من أتباعهم أن أحدا فهم شيئا من نص تحريم الخمر غير التحريم. فارتقى الفهم، أو قل بالأحرى ارتقت الدلالة بهذا الدليل وحده إلى القطعية في الدين التي لا يجوز معها أي شيء من التأول والتأويل. فإذا سياق النص يمضي به إلى التحريم، الإجماع على الفهم يرقيه إلى القطعي الدال على احتمية هذا المعنى، ثم بعد هذا وذاك الاستقراء، وهذا العمل الثالث للأصول، يقوم بتتبع أو بعرض هذا النص على ما سواه من النصوص من كتاب الله ومن سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، فيجد بالاستقراء التام أن الخمر ما مدحت قط في الكتاب والسنة، وإنما ذمت ولعنت، ولعن أصحابها، ولعن من خدمها بأي خدمة. فالاستقراء التام يعطي فهما آخر، وهو أنه يرقي الأدلة إذ تتضافر، كتضفر بحال الضفيرة، تتضافر أي تتجمع وتتكتل، وبعضها يسند بعضا وبعضها يقوي بعضا، حتى تصير دليلا قويا جدا، وهو دليل قطعي. فلذلك إذن ليس هنالك شيء يكسر هذا الاستقراء، ما تلقاش شي دليل اللي قلت لك واحد تجاهه، كلهم الأدلة كتقول لك الخمر قبيحة، الخمر قبيحة، الخمر قبيحة، اليوم غدا وبعد غدا في هذا السياق وفي هذا السياق وفي هذا الدليل وفي هذا الدليل. إذن ما هذا؟ معناه أن الخمر محرمة 100%. فهذا عمل قام به العلماء قديما، فصار من المعلومات من الدين بالضرورة، وورثناه كذلك، وينبغي أن نسلم به إيمانا الآن في هذه الأزمنة المتأخرة، ما نحتاج هذه الخدمة نعاود نديروها، هذه نسلم بها إيمانا كما نؤمن بالله وملائكته وكتبه واليوم الآخر والقدر خيره وشره حلوه ومره، نؤمن بهذه الأشياء، وإنما عرضنا هذا للتدرب عليه لا أقل ولا أكثر.
فإذا حينما يقول العلماء الحكم الشرعي، الحكم الشرعي هو خطاب الله أي النص من الكتاب والسنة، راه كيعرفوا واش كيقولوا. كيقول لك يعني راه عندي واحد الخدمة بحال هذه، لابد من أن اشتغل بهذا النص من هذه الآية أو هذا الحديث اللي خرج بعد ذلك أو ليكون قابلا لإنتاج الحكم بقوة علمية. مش منين خرج الحكم يعني شي واحد يقدر يزعزعو أو يعني تلعب به، لا، يعني ينبغي أن تشتغل بالنص وأن تطور الدلالة الحاصلة في النص ليصبح تناولك بعد ذلك واستنباطك في المرحلة الفقهية واستنباطك للحكم الشرعي قائما على أصل أصيل وعلى ركن ركين الذي هو عمل الأصول الذي اشتغل بهذا النص وأوصله إلى ما أوصله من مثل ما ذكرت في مثال نص تحريم الخمر. وبعد ذلك كيجي الفقيه، شكون هو؟ هو هذا، لأنه دابا الكتب المدرسية اش كدير؟ الكتب المدرسية هذه من الأخطاء في علم النهجية مع أسف التعليم، يقول لك وهنا ينتهي دور الأصولي ويبدأ دور الفقيه. هذا الشيء ما يمكنش. بحال الأصولي دابا كمل شغلو كيقول لي وتسنى الفقيه يجي عاد دابا يبدأ، هذا عقلا غير ممكن إطلاقا. إذا كان الفقيه لا يعلم المقدمة التي انطلق منها كيف يشتغل؟ هو ما عرفش يخدم هذا الأصولي، ما يمكنش. شتي بحال كيفاش دايرها؟ بحال شي شكل ديال يعني في المهن، كيكون شي واحد يعني دخل الضو لدارو دار ديك ستالاسيون ديال الضو ولا ديال الماء، وواحد المعلم هو اللي بدا له وركب له داك الشيء في البدايه، والخريطه ديال داك الشيء عندك المعلم، مشى وقع لك شي عطب وجاب واحد التقني اخر من بعد يصلح لك، ما يعرفش، لان ما عرف هاتي منين جا وفين طلع ولا الخيط ديال الضو. يعني خاص يكون عنده الشغل الاول، خاصو تقلب على داك الاول اللي صوب لك هذيك ستالاسيون ديال الضو ولا ديال الماء، او على الاقل انت تكون عندك باش تعطيه المعطيات، مش عارف فين يخدم. فلذلك يقول لك كيسالي الاصولي، ينتهي دور الاصولي وياتي دور الفقيه، كيف هذا يحصل؟ غير ممكن عقلا. فلذلك فقط يعني هو الاصولي هو الفقيه والفقيه والاصولي، وانما هي قضيه تفريق مرحلي، ينبغي ان يقال فتنتهي المرحله الاصوليه، هذا كلام سليم. وهو النيت هذا الذي اسس القواعد وقعدها وبين يعني ما يتعلق بخطاب الله أو بخطاب الشرعي في هذه النازلة، طور البحث، هو نفسه الذي سيستثمر النازلة ويخرج لك الحكم وينزله ويحقق مناطه على الواقعات. فلا يمكن إذن أن يكون هنالك فقيه ليس بأصول، لا وجود له إطلاقا، ولو سماه الناس فقيا كما وقع في الأزمنة المتأخرة، يعني مجرد إنسان هكذا تقول له الفقيه والسلام، لا، لابد فقه إدراك. فلهذا إذن نقول انتهت المرحلة الأصولية وتبدأ المرحلة الفقهية التي هي استنباط الحكم. إذا الآن النص ولا جاهز، صار جاهزا للاستنباط، مابقاش فيه المشكل. فنستنبط إذا الحكم ونقول هذا نهي يفيد التحريم. كيف كملنا هذه الهضرة؟ كيف أفاد التحريم؟ انتهى، هذا عمل الأصول، انتهى انتهى. فالآن يفيد، هذه ثمرة، الآن وصلنا النتيجة ديالو، هذا نص فيه نهي، وهذا النهي هذا براسه هذا النهي يفيد التحريم. إذن الخمر محرمة وتحريمها عام شامل مستغرق مطلق، انتهت العملية. فلذلك إذن حينما نذكر بأن الحكم الشرعي هو خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين، لما بنادم ماذا يفعل ماذا يترك، والترك فعل من الأفعال دون، لأن ما يقول بأفعال المكلفين راه داخل فيها الترك. الترك إن بني على قصد الترك إن بني على قصد فهو فعل من الأفعال، الفعل جامع. فنمضي إلى متم التعريف، الخطاب المتعلق بأفعال المكلفين اقتضاء أو تخييرا أو وضعا. قبل أن ندخل في تفاصيل هذا مما سنتركه إلى وقت لاحق بإذن الله عز وجل، نقدم كلاما مختصرا الآن بحول الله. هذا التقسيم الثلاثي الاقتضاء والتخيير والوضع
لا ينبغي أن يؤخذ هكذا على أنه تقسيم، يعني يضع أيضا الحواجز والحدود كما بينا فيما بين الفقيه والأصولي، فهو أيضا تقسيم منهجي تعليمي ليس إلا. ولذلك يعني أحيانا يحصل أن الإنسان يعني يأخذه بتعريفات المنطقية الأرسطية الصورية فلا ينتهي إلى نتيجة كما بينته في المقدمة. هذه مشكلة ديال المنطق الأرسطي، يعزل لك الأشياء عزل بالحدود بالفواصل حتى لا يبقى ارتباط المرتبط أو الشيء المتجانس والمتكامل، وفي بعض الأحيان الشيء الواحد لا يبقى ارتباط بعضه ببعض فلا تحصل الفائدة، يبقى المعلومة تمشي تستفدين. فلا بد من تركيب الأصلي على أو الفرعي على أصله وربط الجزء بكله، وإلا فلن نصل إلى شيء. أولا يعني مما يبدو يعني مفارقا لصاحبه بشكل كبير الحكم الوضعي والحكم التكليفي، وفي حقيقة الأمر هما في العمق واحد، حكم الله. سأعطي مثالا، يعني الحكم الوضعي حينما يكون سببا، غير باش التصور نستحضر الصورة الشاملة، وبعدك سنفرق بين هذا وذاك منهجيا لنتعلم الحقائق. لا بد أن نسير على المنهج الذي سار عليه الأصوليون، ولكن لا بد من بيان أن الأمر في العمق شيء واحد. هل لك يبغي يعرف لك الشجرة وكيقول لك ودي الشجرة راه فيها الأغصان والثمار وفيها الجذور، وكاين شي شجرة اللي ما عندها شي جذور؟ فلا تتصور الشجرة إلا بجذورها، لكن حقيقة الجذور ماشي هي الثمار، الثمار شيء والجذور شيء، ولكن للحصول على الثمار لا بد من الأغصان، ولتكون الأغصان لا بد من الجذوع، ولا بد من للجذوع من الجذور، بمعنى أن الصورة متكاملة شيء واحد في العمق شيء واحد. الشجرة جذورها وجذوعها وأغصانها وثمارها شيء واحد. فتلك هي قصة الحكم في هذه التقسيمات الوضعية والاقتضائية والتخييرية، في العمق شيء واحد، ولا بد أن تأخذ الصورة كاملة في البداية ثم نشرعها في التفصيل الجزئي. يعني أعطي مثالا من النوازل الفقهية، نعطي مثال حي. حينما نقول وجوب صلاة المغرب، هذا حكم تكليفي اقتضائي مرتبط ومبني على غروب الشمس، وهو الحكم الوضعي أو وضعا الذي هو السبب. غربت الشمس وجبت الصلاة، لم تغرب الشمس لم تجب الصلاة. فإذا غروب الشمس سبب أو حكم وضعي، سبب في إيجاب الصلاة. فإذا مفهوم الوجوب، مفهوم الوجوب مرتبط بلحظة غروب الشمس، فهذه اللحظة كي تولد معها الحكم، فكأنها هي هي. فلذلك إذن حقيقة هذاك شيء وهذاك شيء، هذاك الجذوع رمى في التراب والفاكهة راه كتكل، حاجة أخرى تفقين يعني هنالك فرق، ولكن لا يتصور وجود أحدهما بمنزل عن الآخر، مرتبطين. وكذلك في الشروط مرتبط، وكذلك في الموانع مرتبط، يعني شيء مرتبط ارتباط جوهري، رغم أن الشرطة فعلا يقولون بأنه لا علاقة بالجوهر، ولكن مع ذلك خلينا من التصورات المنطقية من ناحية عملية، شيء مرتبط بالذات ارتباطا وثيقا، شرطا كان أو سببا أو مانعا أو بالتقسيمات الأخرى، رخصة أو عزيمة أو صحة أو بطلان، كما سنبينه بحول الله عز وجل. إذا نرجع إلى أصل المسألة ونقول بأن الحكم الشرعي في نهاية المطاف بجانبه الوضعي وجانبه التكليفي وجانبه التخييري في العمق حكم شرعي، أي أن الله جل وعلا أنزل كل ذلك للإلزام به، وإن لم يلزمك بالوضعي بالحكم الوضعي فهو يعني به يناط الإلزام، الإلزام به بالتعلق، فكأنما ألزمك به بطريقة غير مباشرة بالتبعي لا بالأصالة كما يقولون دائما. فإذا
هذا فيما يتعلق بالحكم الوضعي والحكم التكليفي، فهما مرتبطان. بقى هذاك التفريق عاود بين الوضع والاختيار او التخيير اللي هو الاباحه، هذا ايضا من المشكلات المنهجيه التي يعني قد تقع الانسان حينما يقرا هذه الماده او هذا الدرس الاصولي ويفرق بين الوضع والاختيار. لانه بعضهم يتصور الوضع يعني او عفوا بين التكليف او الاقتضاء، مش الوضع، الاقتضاء، يعني يتصور الاقتضاء فقط يعني حينما يكون الطلب صريحا، افعل هذا على سبيل اللزوم وهو الوجوب، أو افعله على غير سبيل اللزوم وهو الندب، أو لا تفعله على سبيل اللزوم وهو التحريم، أو لا تفعله على غير سبيل اللزوم وهو الكراهة. التخيير الذي هو الحكم التكليفي، الحكم الإباحي أو المباح، داخل هنا، ولا ينبغي أن يتصور خارج الدائرة الاقتضاء، خارج الدائرة الاقتضائية. لا يجوز أن يتصور المباح خارج الدائرة الاقتضائية. إن معنى تكليف، ما معنى تكليف؟ أن الله كلف به، والتكليف من الكلفة، الكاف واللام والفاء في العربية فيها معنى المشقة، شي حاجة راك هزها متقل عليك ماشي سهلة، كلفة شي حاجة راك محل معها، يعني فيها هذا المعنى اللغوي كلفة. فسمي الإنسان مكلفا لأنه يتحمل المسؤولية وحمل الإنسان، فهذا الحمل تكون، ولذلك لا يكلف الإنسان إلا بعد أن تكون له أهلية التكليف من البلوغ، قدرة فيزيولوجية بدنية وعقلية أيضا، ومن كل الشروط التي يجب أن تتوفر في الأهلية ليكون مكلفا. إذن خص قوة لتحمل هذا الأمر. فنحن مكلفون بالواجب والمندوب والمحرم والمكروه والمباح أيضا، يعني من الأشياء التي تقرب لك هذا الفهم في أن المباح مكلف به أنه لا يجوز لك، هو بزاف ديال الأدلة قد نفصل فيها إن شاء الله في الحصة المقبلة بإذن الله عز وجل، أنه لا يجوز لك في المباح أن تصيره محرما، هذا تكليف. ولا تقول لما تصف ألسنتكم الكذبة هذا حلال وماذا حرام، ما عندكش الحق. كما لا يجوز أن تبيح المحرم، لا يجوز لك أن تحرم المباح. فنحن مكلفون، مكلفون أي ملزمون شرعا، مش خواطرنا، ملزمون شرعا في المباح بإباحته، هذا شيء مهم جدا، ملزمون في المباح بإباحته. ولذلك إذا ترك نعمة من النعم التي أنعم الله بها على العباد في غير مضرة ولا حاجة وعسر، ماشي فقير زعما وما كضروش، ولكن فقط يقول زهدا بغي يزهد فيها، هذا آثم. واحد ما كيكلش اللحم، علاش زهد؟ حرام عليه. إذا كان الله يسر عليه، عنده الفلوس، عنده الرزق الواسع بإذن الله عز وجل، استعمل وما كيضروش، ماشي تلقطوا عليه في غير عسر ولا مضرة، ولكن كيقول زهدا، هذا فعل محرم، لأنه يؤول به إلى ضرب من التعبد بما لم يتعبدنا الله به، وهو ترك المباح. وما ثبت أن سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام ترك اللحم زهدا، ومتى عرض عليه أكله، معروف الأحاديث الصحيحة في هذا أنه كان يحب لحم الكتيف ويستعذب له الماء، فإذا لم يجد حمد الله على ما لم يجد كما يحمده على ما وجد. فلذلك المباح مكلفون به تكليفا، وفيه تفاصيل دقيقة جدا في بعض الطرق وفي بعض الأفعال لا نفصل فيها الآن حتى لا يختلط الأمر، ستأتي يجي وقتها إن شاء الله نفصلها. ولكن غير باش تذوق بأنه المباح راه ماشي زعما يعني في الداني، يعني الإباحة، لا، تشريع، الإباحة تشريع، وكل تشريع فهو تكليف، تشريع يعني رب العالمين سبحانه شرع المباح، ماشي منطقة خاوية كما يعبرون اليوم في القانون الوضعي، فراغ تشريعي أبدا، هذا لا يجوز إطلاقه على مفهوم الإباحة من كتاب الله وسنة رسوله.
ما عندناش هذه المنطقة اللي كتسمى الفراغ التشريعي في المباح بالخصوص أتعدد كيش لا وجود لهذا الفراغ التشريعي. هذا الاصطلاح هذا لا يجوز إطلاقه على المباح لأن عنده دلالة أخرى عند اللغة القانونية أو عند أصحاب النصوص القانونية والدراسة القانونية، يعني منطقة أخرى فراغ تشريعي. هذا حضور تشريعي، المباح أو الإباحة حضور تشريعي، الشارع الحكيم حاضر بتشريعي في إباحته ويلزمك بمفاهيمه إلزاما. يقول لك المباح مباح وربي كيحميه، ما عندكش الحق تغيير الطبيعة ديالو، ينبغي أن يبقى مباحا. ومن مقتضيات إباحية أنه يجب علينا، أقول يجب علينا أن نتناول المباح، إنما يعني فيه التخيير. ما معنى التخيير؟ أنه في الوقت اللي بغيت وبالشكل اللي بغيت وبالقدر اللي بغيت. بمعنى أريد أن أشرب الماء الآن، ما بغيتش نشرب الماء، ما كاين باس، ولكن مبدأ شرب الماء واجب. ولهذا يعني واحد الإنسان يعني يقطع دوك النباتيين ما ياكلش كاع المشتقات اللحومية، هذا منكر، أو يعني ينقطع عن الطعام والشراب إلى أن يهلك، فقد انتحر. حكم منتحرا، فما ديال أنه كذا إلى آخر هذاك الشيء. يعني السياسة شيء والشريعة شيء آخر، الشريعة فوق السياسة تحكم عليها. يعني ما يسمى بالإضراب على الطعام، أنا بالنسبة لي هذا من المنكرات، يعني تنقضه هذه الأصول. ولا يجوز للمسلمين أن يقتل نفسه بأي سبب من الأسباب، حتى إنهم تحدثوا في النوازل العجب العجاب الفقهاء، يعني من الذكاء بمكان. يعني الفقهاء مع الأسف حينما انقرضت صناعة الفقه والأصول وبقية النصوص وحدها تروج عند من لا علم له بهذا الشأن، وقعت مشاكل. يعني الفقهاء وفي المذهب المالكي وفي غيره يتحدثون في الجهاد والقتال، إذا رمي المركب، يقصد السفينة ديال البحر، إذا رمي المركب بالنار هل يلقي الجندي بنفسه في البحر أم لا؟ بمعنى أنه يعني كيتحرجوا حتى من ديك اللحظة اللي كيقول لك محروق محروق غرق غرق، واش يموت بالنار يتصدع حتى تاكلوا العافية في السفينة؟ راه رماو عليه ديك يعني المنجنيق زمان بحال المدفع سلام، يعني بلغة من المعاصرة تضرب المدفع شعلت العافية في لوكا ولا في السفينة حربية وكذا وكذا، إما يبقى جالس ما يتحرق ولا يغرق راسه. فهنالك من كان لا يرى بإغراق المؤمنين نفسه، يقعد تما يصبر لقدر الله، وقد يأتي شيء من الغيب ما يدرك ولا يغرق نفسه. هذه في حالات يعني شدة الظروف، فما بالك يعني الإنسان يدير اختيار نفسه يقطع الحياة على راسه؟ هذا الحماق، هذا واخا تكون مسوغة مبررت ما كانت، لأنك تنقض أصول الشريعة، تنقضها في مثل هذه الأحكام. وذلك فعلا كيبان بأنه المباح هو ولا بالسيف عليك خصك ديرو، صار فيه إلزام، ما صار المباح يعني شيئا يعني اختياريا بالمعنى المطلق للكلمة، لا، اختياره في مفهوم معين، اختياره في مقاديره في مواقيته، في يعني اختيار في كيفية التعاطي له. تفضل. أما أن يكون فلا بد أن يكون، لأن الله جعله مما ينبغي أن يكون، وأعطاه من طقسه وسماه سميته، فجعل واجبا وجعل مندوبا وجعل مكروها وجعل حراما وجعل مباحا، علاش أنت تحيده من الخريطة التشريعية؟ فلذلك الاختيار أو الإباحة اقتضاء، تهي ماشي شي حاجة معزولة، ولكن نظرا لأن لها طبيعة تخييرية، يعني فيها واحد النوع ديال ترك طريقة التصرف للمكلف، بينما في الواجب ما عندكش أنت الحق في طريقة التصرف في غالب أمره، المحرم ما عندكش أيضا الحق في طريقة التصرف، ولا المكروه ولا المندوب. فغالب يعني اللواحق والقرائن المتعلقة بالأحكام الأربعة الشارع كيف مقتضياتها، قال لك ها هي وهك ديرها، المباح لا، قال لك غير ها هو وانت حر في طريقة التعامل معه، وهذا التخيير. ولذلك نظر لأنه طبيعة أخرى عزل منهجيا، وعزله لا ينبغي أن يفهم بأنه خارج دائرة التكليف، فهو من الاقتضاء. فتبين أن الحكم في نهاية المطاف الشرعية واحد، سواء كان اقتضاء أو تخييرا أو وضعا
نهاية المطاف هو خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين، تقول كلمة واحدة اقتضاء كافية، فيدخل فيها بإذن الله التخيير ووضعه، لأنه الاقتضاء بغير وضعه لا بد من العلامات والأسباب المكملة، وأن التخيير ضرب من التكليف. فخطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين اقتضاء جامع منع بإذن الله عز وجل. ولكن يعني اضطر العلماء إلى هذا التقسيم في سياق التصنيف والتعليم والتفصيل والتقريب للمعاني، لأنها نظرية جلدية، إذا ما داروش هكذا التقسيم ما يفهم حد، فيحتاج إلى هذا التفصيل وهذا البيان. لكن لا ينبغي أن يصير الإنسان إلى التجزيء الذي يضع الحدود ويفصل المقولات بعضها عن بعض، بحيث لن يفهم علاقة هذا بذاك فلن يفقه شيئا. وهذه من المأساة التي ذكرت في بداية الدروس التي ورثها لنا المنطق الأرسطي، قسم 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 حتى ما بقات حاجة عندها علاقة، وصار الأمر إلى جعل الأصولي مستقل على الفقيه يتكلمون بغير تطبيق، وصار الفقيه لا يفقه أصول ما ينطلق منه، فصارت المشكلة إلى ما سمي بمرحلة التقليدي المحض في الأمة، وانقطع الاجتهاد مع الأسف الشديد. ولهذا العود بالفقه إلى أصوله وبالأصول إلى الفقه، والعود بالمدرسة الحديثية إلى المدرسة الفقهية، والعود بالمدرسة الفقهية إلى المدرسة الحديثية، لأن ذلك جميعا مدرسة واحدة هي الدين، ذلك هو الذي يحيي العلم بإذن الله عز وجل ويجدده في النفوس، وبذلك تحيا الأمة إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.